وإلى الشأن الحضرمي، حيث وضع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اليوم بالمكلا حجر الأساس لعدد من مشاريع الطرق بمدينة المكلا، وتفقد عددا من المشاريع الطرق المتعثرة والجسور المتضررة وأعمال الصيانة فيها. المزيد في سياق التقرير التالي. ضمن زيارة وزير الأشغال العامة والطرق لمحافظة حضرموت، وضع الوزير الحريزي والمحافظ مبخوت بن ماضي حجر الأساس لمشروع صيانة حفريات شوارع المكلا وضواحيها، ويستهدف المشروع صيانة جميع الشوارع والطرق المتعثرة بمدينة المكلا وإعادة تأهيلها وسفلتة المتضرر منها في إطار الجهود لتحسين عاصمة المحافظة. حضرموت إن شاء الله بإذن الله نحاول أنها تحصل على المزيد من المشاريع الخدمية التي مربوطة بحياة المواطنين، لأن حضرموت تمثل قلب المحافظات الجنوبية، ونحن تواجدنا اليوم بقيادة الوزارة وصندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور نؤكد وقوفنا مع الأخ المحافظ في التنمية في حضرموت، وبإذن الله سوف نكون داعمين في الميدان. وزير الأشغال ومحافظ حضرموت وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل شارع الستين بالمكلا وتأهيل الأجزاء المتضررة من جولة الشبام حتى ساحة العروض، مطلعين على الأضرار بجسر بيخ البحري الرابط بين المكلا وفوة. ونحن الحقيقة في هذا الأمر نقول أنه رغم الأزمة ورغم ما تعيشه بلادنا، إلا أن الحكومة مهتمة اهتمام كبير بمحافظة حضرموت ونشكرهم على ذلك. وخلال النزول الميداني اطلع على سير العمل في صيانة الجسر الصيني وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة أسفل الجسر وعلى جانبي الطريق، والأعمال الجارية في جولة الكتاب بحي أكتوبر والجسر المؤدي إلى مفرق جل الشفا البالغ نسبة إنجازه 60%، وأكد على ضرورة تدخل وزارة الأشغال لاستكمال تمويل المشروع. واطلع الوزير والمحافظ على الأعمال الجارية في شق وسفلتة طريق المعاوص ربوة خلف والطريق الدائري لمدينة المكلا وتدخلات وزارة الأشغال في استكماله، وأكد وزير الأشغال حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع للطرق واستكمال المشاريع المتعثرة في حضرموت والجسور المتضررة وفقا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبحسب ما يراه مراقبون أن استكمال المشاريع المتعثرة خطوة نحو تصحيح الوضع الإداري للسلطة المحلية، لكن هل ستحظى حضرموت بمشاريع حيوية بحجم ثرواتها؟